هذيك اخر مباراه دارها. تبع الكره بلهومي يرفع الكره بالراس والهدف الاول، والهدف الاول لاولمبيك سيدي بوزيد. مباغت الكره من حمزه المنسري في شباك زياد الغانمي، اعتقد انه كان متقدم بعض الامتار، والكره في شباك حارس مستقبل القصرين. هدف مباغت تمركز زياد الغانمي، اعتقد يسال عن الهدف. هاي امامكم الاعاده، عرضيه البرهومي بالراس ماهيش قويه ومن مسافه بعيده في شباك زياد الغانمي. 1-0 لاولمبيك سيدي بوزيد. الامضاء حمزه المنسري دقيقه 12. برشيني طاح الكره، عاشوري مع ورفلي عزيز لعصام تخيلالي، غايث الساحي، غايث الساحي انتظر المسانده، يرفع الكره في القائم الثاني على ريان العبدلي بالراس، والهدف التعادل، هدف التعادل لمستقبل القصرين. الامضاء ريان العبدلي، ريان العبدلي بنفس الطريقه اللي سجل بها حمزه المنسري هدف اولمبيك سيدي بوزيد. ريان العبدلي بالراس في شباك شرف الدين النصرلي، عرضيه دقيقه من غيث السيحي. 1-1 هاي الاعاده امامكم، غيث السيحي دقيقه تمريره بالراس في القائم الثاني، مشابهه تقريبا لهدف اولمبيك سيدي بوزيد، ولو انه من مسافه اقرب. ريان العبدلي يمضي على هدف التعادل لمستقبل القصرين. على الكوره يرفع الركنيه، فرصه الهدف الثاني، ميزان الدلهومي يمضي على ثاني اهداف مستقبل القصرين. مره هذه الكوره ثابته تكون حل لابناء فاروق الجنحاوي، والهدف الثاني.